تقر وتعترف إن دورك في فيلم شارع الهرم يعني لا يليق بتاريخك وأعمالك المهمة؟ لا يليق، دي جملة رقيقة منك. استنوني في حبر سري مع الإعلامية المتألقة أسماء إبراهيم على القاهرة والناس في شهر رمضان الكريم كل سنة وانتوا طيبين. حبر سري يومياً في رمضان مع الإعلامية أسماء إبراهيم حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.